تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. شهادة روسية جديدة تشكك في وصول أمريكا إلى القمر. القصة كاملة. كلنا عارفين الرواية الأمريكية الرسمية إن أمريكا وصلت إلى القمر، إن نيل أرمسترونج هو أول إنسان يهبط على سطح القمر، صور نزول الإنسان على سطح القمر، صور رحلات أبولو، صور التربة التي جاء بها الأمريكان من القمر، كل ده مؤكد لدى معظم المؤسسات العلمية في العالم. ومع ذلك البعض بيشكك، هل يا ترى أمريكا فعلا وصلت إلى القمر ولا يا ترى دي أكذوبة أمريكية؟ لولا إن مستشار الرئيس ترامب شخصيا هو اللي قال إن دي أكذوبة وإنه ما حصلش وإنه يستحيل علميا نفوت من حزام الإشعاع ونصل إلى القمر، وإنه إلى الآن 2018 مفيش تكنولوجيا توصلنا، فما بالنا بقى بوقتها في أواخر الستينات. لولا إن مستشار الرئيس الأمريكي العلمي قال هذا الكلام، كان ممكن هذا الكلام ما ياخدش كل الاهتمام العالمي. في حلقة اليوم نتحدث عن نظريات التشكيك في وصول أمريكا إلى القمر. أولا التشكيك الأمريكي، في تشكيك أمريكي في وصول أمريكا إلى القمر. نمرة واحد، نيويورك تايمز بعد شهور فقط من إعلان أمريكا وصولها للقمر، نيويورك تايمز شككت في وصول أمريكا إلى سطح القمر. نمرة اتنين، سنة 76 في أمريكا طلع كتاب مهم جدا عنوانه نحن لم نكن أبدا على سطح القمر. اتنين مؤلفين، بيل كيسينج وراندي ريد، الاتنين المؤلفين دول ألفوا هذا الكتاب اللي عنوانه بيلخصه نحن لم نكن أبدا على سطح القمر. نمرة ثلاثة، ريموند تيج. ريموند كان مسؤول في برنامج أبولو، مسؤول كبير جدا، مشرف على عمليات مهمة داخل برنامج أبولو للوصول إلى القمر. إنما ريموند تيج بيقول لم نحلق حول القمر، يعني هو نفسه اللي بيشتغل في برنامج أبولو ومنصبه كبير في البرنامج بيقول إن إحنا ما رحناش القمر. نمرة أربعة، ديفيد جلينتر اللي هو مستشار العلمي للرئيس ترامب قال ده تزييف للتاريخ، انه مستحيل الوصول الى سطح القمر، وقال انه نحتاج الى 1 2 3 4، والواقع ان كل ده ما حصلش، فدي اكبر اكذوبة في التاريخ. اذا التشكيك الامريكي في نيويورك تايمز، في مؤلف كتاب، في مسؤول مهم في أبولو، في المستشار العلمي لرئيس الجمهورية للرئيس الامريكي. نيجي بقى التشكيك الروسي. نمرة واحد، روسيا بتقول او بعض علماء الروس بيقولوا من الناحية العلمية مستحيل. نفس كلام بعض علماء امريكا، انه علميا يستحيل توصل الى القمر، وان الموضوع مش كله اسرار. والسوفييت والروس بيقولوا ان احنا لما كان، او الروس بمعنى ادق بيقولوا ان احنا لما كنا بنبعت فيما قبل ايام السوفييت بنبعت مركبات فضائية، بنقول للامريكان على مركبات فضائية، وكنا بنقول للانجليز يبلغوا ناسا ونديهم التردد علشان يرصدوا معانا هذه العملية الفضائية القوية، وبالتالي امريكا ما تروحش القمر اللي هو اخطر شيء في تاريخ العلم في العالم من غير ما تبلغنا او تقول لنا علشان نرصد. لابد العدو يعترف، لابد الخصم يقول حصل، لابد مؤسسات علمية مستقلة مش أمريكية أو غربية تقول إن هذا الكلام حصل. فكون أمريكا لا تستعين بدول عندها استقلال علمي أو بدولة خصم إيديولوجي علشان يعترف بهذا الإنجاز العلمي، ده يشكك في علمية هذا الأمر وإمكانية الوصول إلى القمر. نمرة اتنين، علماء أبولو نفسهم، ده كلام الروس، علماء أبولو نفسهم كانوا بيشككوا في إن ممكن نصل إلى القمر، وإن هذا البرنامج مش هينجح، مش ممكن أبدا نصل عبر برنامج أبولو إلى سطح القمر. وهنا بيتكلموا على عالم اسمه توماس بارون. توماس بارون ده
كان من علماء أبولو، من علماء المشروع اللي هدف الوصول إلى القمر، كان كبير مفتشين في مشروع أبولو. ده قدم توماس، ده قدم تقرير للكونجرس من 500 صفحة بيقول فيه يستحيل أن نصل للقمر، يستحيل علميا، والمشروع ده فاشل، والفلوس دي هتضيع على الأرض، وإحنا المفروض ما نكملش في هذا المشروع. قدم ده للكونجرس، تاني يوم مباشرة مات في حادث سيارة غامض. أسرته بتقول إنه اتقتل، وإن تم قتله من قبل مؤسسات أمريكية علشان هو قدم هذا التقرير وقال إن مشروع أبولو فاشل، مش ممكن نصل إلى القمر. نمرة ثلاثة، دكتور ألكسندر بافوف، أستاذ فيزياء ورياضيات مهم جدا في روسيا الآن، تكلم في برنامج على قناة روسيا اليوم وقال فيه إنه مش بس توماس ده اللي اتقتل، إنما في 10 علماء فضاء قتلوا في ظروف غامضة، ودول يمثلوا حوالي 5 علماء الفضاء في أمريكا اللي كانوا ممكن يصلوا في مهام إلى القمر، وإن 10 دول قتلوا في ظروف غامضة، وتقديره إن حصل قتلهم لأسباب سياسية نتيجة إن هم قالوا يستحيل علميا الوصول إلى القمر. نمرة 4، الأمريكان لما جم جابوا معهم رمل، لكن ما جابوش معهم كتل صخرية ضخمة لدراستها. فالروس بيقولوا كان لازم تيجي كتل ضخمة جدا من القمر ونقعد نحللها في مختبرات ومعامل محايدة ونشوف دي من تربة الأرض ولا من تربة القمر، إنها مجموعة الرمال اللي جت ممكن تكون من ذرات الغبار الفضائي، ممكن ما تكونش من سطح القمر، وبالتالي علميا ما فيش مادة قدامنا، صخور موجودة أو أرسلوا نسخ منها لينا كخصم إيديولوجي وخصم فكري وسياسي علشان نعترف، ولو هما بعتوا لنا وحللنا في مختبراتنا ومعاملنا وقلنا صح من القمر كان يبقى ده إقرار دقيق بأن أمريكا وصلت القمر، إنما الرمل اللي جابوه لا يكفي الإقرار بأن أمريكا وصلت إلى القمر بحسب الدكتور بافوف. نمرة 5، الأمريكان، ده كلام الروس، الأمريكان ما كانش عندهم صاروخ يوصلهم إلى القمر. إزاي وصلوا القمر؟ ما كانش فيه صاروخ إطلاقا، وإلى الآن ما فيش صاروخ يوصل إلى القمر، بس إن في إنسان ينزل على سطح القمر. يبقى إزاي هم قدروا يعملوا الكلام ده في أواخر الستينات؟ هنا بقى بيطلع اسم عالم كبير جدا اسمه فون براون. فون براون ده من أكبر العلماء، هو مش من أكبر، هو أكبر عالم صواريخ في التاريخ. فون براون كان مع هتلر، كان في الجيش النازي الألماني، وده اللي صنع أول صاروخ باليستي اللي نزل على لندن أثناء الحرب العالمية الثانية. هذا الأسطورة في صناعة الصواريخ فون براون، لما سقطت ألمانيا وانتهى هتلر ونظامه النازي، فضل هو و500 من العلماء يسلموا نفسهم للأمريكان مش للسوفييت. الأمريكان والسوفييت دخلوا برلين لما سقطت ألمانيا، وبرلين سقطت كان في جيش أمريكي دخل وجيش سوفييتي دخل، وهنا بقى تقسيم برلين الشرقية والغربية. فون براون و500 من العلماء اختاروا يستسلموا لأمريكا مش السوفييت، وراحوا الأمريكان معهم 100 صاروخ. السوفييت أخذوا بعض الصواريخ، لكن دكتور بافوف بيقول صواريخ قليلة، إنما 100 صاروخ راحوا إلى أمريكا، والنهضة الصاروخية والنهضة الفضائية الأمريكية هي نتيجة دكتور فون براون وال500 زملاء من العلماء اللي راحوا أمريكا. كذلك أينشتاين، رذرفورد، الناس برضو اللي راحوا في الملف برنامج منهاتن النووي. يبقى التطور الصاروخي والنووي في أمريكا هو أساسه ألماني. دكتور بافوف بيقول إن العلماء السوفيتي انبهروا لما شافوا الصواريخ اللي عملها فون براون، انبهروا. عالم اتجنن من السوفييت طلع على هذا الصاروخ، عمال بيشوف محرك الصاروخ وبيحاول يفهم تكوين هذا الصاروخ، وبعدين عالم تاني قال له انت بتعمل ايه؟ قال له بشوف ما لا يمكن للبشر صنعه، ان شيء في اعجاز خيالي، كيف صنع الامريكان هذا المستوى من الصواريخ. إنما العلماء الروس بيقولوا ورغم فون براون ورغم 500 اللي معاه ورغم 500 صاروخ
اللي موجودين رغم كل التقدم العلمي، تجارب فون براون في تعدل المحركات داخل الصاروخ علشان يصل للقمر لم تنجح، والسوفييت تحاولوا هم كمان، كان بيحترق الكيروسين، كان بيحترق مع مواد وقود أخرى، فعمر تعدد المحركات ما نجح جوه صاروخ نتيجة الثقل الشديد، بعد كده بينفجر الصاروخ من الداخل. فالروس رأيهم ولا فون براون يقدر يصنع صواريخ توصل إلى القمر. احنا هنا بنعرض، احنا قلنا الأول الأمريكان اللي بيقولوا أمريكا لم تصل إلى القمر، بعد كده قلنا الروس اللي بيقولوا أو السوفييت اللي بيقولوا إن الأمريكان لم يصلوا إلى القمر، وقلنا أربع نقاط أبرزها إن مستحيل يكون في صاروخ يصل إلى القمر، وقلنا منها إن مفيش تربة صخرية جاءوا بها من القمر لدراستها. النقطة التالية نمرة 6، في عام 1970 السوفييت بقى لقوا دليل مؤكد إن الأمريكان لم يصلوا إلى القمر، اللي هو لقوا كبسولة فاضية. فالكبسولة ديت السوفييت بيقولوا دي اللي صوروها الأمريكان وقالوا طلعنا بها القمر وإحنا لقيناها فارغة وبعدين سلمناها الأمريكان. ليه سلموها الأمريكان؟ في كلام بقى عن صفقة القرن العشرين. صفقة القرن العشرين يشار بها إلى هذا الموضوع، إن لما السوفييت لقوا الكبسولة فاضية وكده قالوا الأمريكان إحنا كشفناكو وإنتوا كذبتوا في هذا الموضوع تماما، وهننشر هذا الكلام ونكسر العلم الأمريكي والسياسة الأمريكية في العالم. فالأمريكان قالوا طب نتفاهم، نقعد على مائدة مفاوضات، واتعملت صفقة القرن بين الدولتين أو القوتين العظميين. إذن ده دليل سادس طبق العلماء الروس، الكبسولة الفاضية اللي لقوها واللي سلموها الأمريكان، والأمريكان قعدوا يقولوا إنها كانت مرة في اختبارات سنة 69 وقولوا 70 و 71، كل الكلام الأمريكي يؤكد إنها كانت في مهمة أبولو وإن هي ما طلعتش أصلا للقمر وإنها كانت فارغة وإنها سقطت في مكان وصل إليه السوفييت، ما وصل إليه الأمريكان، ثم سلمها السوفييت الأمريكان فيما بعد. إذن موضوع الكبسولة الفارغة ديت اللي هم لقوها السوفييت في سبتمبر 70 سلموها نوفمبر 70 كانت أساس الصفقة. طب إيه بقى الصفقة؟ كده الأمريكان طبقا لهذا الكلام ما طلعوش القمر، قالوا طلعنا القمر، السوفييت أكدوا ما طلعوش القمر، وأخذوا الكبسولة اللي بيقولوا عليها أنها طلعت إلى القمر. طب إيه الصفقة بقى لما السوفييت أو الأمريكان تعالوا بقى أنتوا كده انتهيتوا قدامنا، احنا عندنا كل الأدلة أنكم كذابين وهنقول للعالم كله هذا الكلام، الإدارة الأمريكية تسقط قدام الشعب الأمريكي. فالأمريكان قالوا طب نتفاهم، الأمريكان اللي هي السلطة نتفاهم. أبعاد الصفقة طبقا دكتور بافوف في حديث آر تي مهم قال إنه زيارة نيكسون، نيكسون قال أروح للاتحاد السوفيتي واشكر في الاتحاد السوفيتي، وفعلا زار السوفيتي سنة 72. نمرة 2، قروض أمريكية كبيرة جدا، صناعة السيارات والشاحنات الضخمة، وفعلا الأمريكان أدوهم فلوس كتيرة جدا واتطورت صناعة الشاحنات الروسية أو السوفيتية العملاقة. نمرة 3، السماح لهم بتصدير الغاز إلى أوروبا الغربية، بالتالي عائد كبير جدا من العملة الصعبة. نمرة 4، حبوب الأعلاف، كان وضع اقتصادي صعب جدا موجود في الاتحاد السوفيتي، حبوب الأعلاف علشان خاطر تربية الماشية وما إلى ذلك، الثروة الحيوانية الاتحاد السوفيتي، فحصل إن أمريكا زاد فيها سعر الأعلاف مرتين نتيجة إن هم ودوا أعلاف كتيرة جدا إلى المزارع السوفيتية. نمرة 5، افتتاح مصنع بيبسي كولا. نمرة 6، إن أمريكا كمان عندها ملفات على السوفييت، كوارث فضائية كتير جدا، هم كمان هيسكتوا على كوارث السوفييت، لو دول قالوا دول كمان هيقولوا، يبقى هم هيسكتوا. وفتحوا مصانع وشركات وادوا فلوس، سووا يصدروا الغاز، نيكسون راح زارهم، كل ده من تمن سكوت الاتحاد السوفيتي على هذا الموضوع. حتى أفلام هوليود اللي كانت كلها شتايم في السوفييت تغير رأيها وتشكر في السوفييت، وتعمل فعل فيلم اسمه الحرب المجهولة. فيلم الحرب المجهولة إنتاج مشترك حسن صورة السوفييت أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان فيلم في هذه الفترة أوائل السبعينات كان بيصور السوفييت بطريقة إيجابية.
انما كمان الامريكان بقى حسنوا الصوره زي ما احنا قلنا في الافلام، وكمان قدموا اعلاف للمزارع السوفيتيه، وقدموا اموال كتير جدا لمركبات عشان صنع شاحنات ومركبات. ونيكسون راح زار الاتحاد السوفيتي وفتحوا مصانع كبيره جدا زي بيبسي كولا، خلوهم يصدروا الغاز لغرب اوروبا. كل هذا الكلام مقابل السكوت، وهم كمان السوفيت عليهم شروط. الشروط اللي عليهم ان هم ما يشجعوش مصر على حرب ضد اسرائيل. الكلام ده كان وقت حرب الاستنزاف 69، ثم سنة 70 رئيس السادات. لما بقى نعرف ان رئيس السادات طرد الخبراء السوفيت في ذلك الوقت، ده ممكن يفسر لنا. هنا شهادة من علم الفيزياء، عالم فيزياء ورياضيات، هو بيقول ان كان من بين الصفقة الكبرى في القرن العشرين ان السوفيت ما يشجعوش مصر يدعموها علشان تضرب اسرائيل وتحرر سينا علشان ما يتمش استفزاز امريكا. يبقى ممكن رئيس السادات كان عنده علم بهذه الصفقة، او كان تقديره في منتهى الحكمة لما لقى ان الاعتماد على الاتحاد السوفيتي كان هيكون مش هيؤدي الى حرب منتصرة كما حدث في حرب 73. كان من بين الشروط ايضا السوفيت بالنسبة للقمر، شكرا، ممنوع بقى السوفيت يعملوا اي رحلات تحلق حول القمر. التحليل بتاع الدكتور بافوف ان ده اكبر خطأ حصل، ان السوفيت توافقوا على كده، والعلماء السوفيت اللي رفضوا اترفضوا. يعني العلماء اللي بيشتغلوا في قاعات بايكونور في الاتحاد السوفيتي، مركز بايكونور الفضائي، العلماء اللي هم قالوا السوفيت ان الامريكان كذابين ما وصلوش الفضاء، تم فصل كل هؤلاء العلماء، وتم التعميم على كل الاتحاد السوفيتي تقولوا ان امريكا السباقة الى القمر، وامريكا هي المتقدمة الاولى في علم الفضاء، واي حد يقول غير كده تم فصله، وده كان جزء من الصفقة. في رأي بقى دكتور بافوف، هو بيقول ان والدته كانت كل الاكل بتاعها عبارة عن بصل، عن مية، سلطة بكتير لو كانت موجودة، وكانت حياة يعني فقر شديد، وده عالم استاذ فيزياء ورياضيات، شوف بقى حياة اسرته، كان فقر شديد عند السوفيت. لكن كانوا اول قمر صناعي، اول محطة نووية، اول رائد فضاء يلف حول الارض، وبالتالي عندهم امل ان العلم هيؤدي للتقدم والرخاء. لما اتهزموا في معركة العلم، بل الامريكان هم اللي وصلوا القمر والسوفيت اعترفوا بذلك، ده كان بداية نهاية الاتحاد السوفيتي طبقا للدكتور بافوف. انما الحقيقة ديت مش الرواية الوحيدة الروسية، في روايات روسية كتيرة جدا بتقول لا، الامريكان وصلوا الى القمر، وكل هذا الكلام غير دقيق. منهم دكتور إريك جاليموف، أشهر عالم روسي معاصر، بيقول إن إحنا وإحنا صغيرين في روسيا كنا ننزل نعوم في النهر، نهر موسكو، وإحنا كنا في هذا النهر نتنافس مين فينا يقدر يغطس يغوص لقاع النهر، إنما لازم اللي يغوص يطلع بدليل، والدليل إنه ياخد حفنة طين من قاع النهر علشان يأكد إن هو وصل إلى القاع أثناء الغوص. فبيقول الأمريكان عملوا كده وجابوا الدليل اللي هو التربة التي جاءوا بيها من القمر، وأنا مقتنع إن هذه التربة جاءت من القمر. إذن قلنا لحضراتكم الرواية الأمريكية المشككة، ثم الرواية الروسية المشككة، ثم إحدى الروايات الروسية المؤكدة لوصول الأمريكان إلى القمر. تقديري الخاص أن أمريكا وصلت إلى القمر، وأن الرواية الأمريكية صحيحة، وأن التشكيك هو أمر مثير للتفكير، لكنه لا يمتلك الأسباب الكافية لإقناع الناس بأن أمريكا لم تصل إلى القمر. في كل الأحوال هي رواية مثيرة جديدة لعالم روسي يشكك في وصول أمريكا إلى القمر. ده التقرير اللي أذاعه برنامج رحلة في الذاكرة على قناة روسيا اليوم، اللي هو بيمهد للتشكيك في رواية وصول أمريكا إلى سطح القمر، ضمن حلقتين كانوا حوار معالم الفيزياء والرياضيات الدكتور بافوف. هذا تقرير أيضا من نفس البرنامج حول الصفقة الكبرى، لماذا ذهب نيكسون ولماذا أعطت أمريكا الكثير للاتحاد السوفيتي. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.